بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنتكلم في أول مرة عن الـ ECG، هنتكلم عن البيزكس بتاع الـ ECG. إن شاء الله المحاضرات موجهة بالأساس لطلبة كلية الطب وطلبة الامتياز وزمايلنا إن شاء الله من النواب، بحيث إن هم يبقوا عارفين فكرة مبسطة عن الـ ECG، وربنا يعيننا إن شاء الله. دي صورة أول ECG ديفايس اتعمل في التاريخ، كان عمله انسوفن. زي ما احنا شايفين الجهاز كبير جدا، كان محتاج 5 عشان يشغلوه. البيشنت قاعد في وضع مش مريح، حاطط ايديه الاتنين ورجله الشمال في محلول ملحي، لغايه ما تطور الاي سي جي، الجهاز اللي احنا بنشوفه في شغلنا اليومي. الاي سي جي هو سبيشال جراف بيريبريزنت الالكتريكال اكتيفيتي اوف ذا هارت فروم وان انستنت تو ذا نيكست. يعني الاي سي جي ده جهاز هو بيسجل الكهرباء اللي بتمشي في القلب من لحظة للتانية، بيسجلوا على رسم بياني. عارفين طبعا ان الالكتريك ديسشارج بتبدا من في الهارت في الاس اي نود، تتنقل للاي في نود، يبقى هنا في سام سورت اوف ديلي في الاي في نود، وبعدين تتنقل بعد كده للبندل اوف هيس وتتنقل للتو فنتريكلز. اما طبعا الويف بتاع دي بولاريزيشن بتمشي في الاتريوم، بيحصل كونتراكشن من الاتريوم وبعدين بيحصل كونتراكشن من الفنتريكل. وعارفين ان الكونتراكشن بتاع الاتريوم بيعبر عنه البي ويف، وعارفين الكونتراكشن بتاع الفنتريكل بيعبر عنه الكيو اف اس، والريلاكسيشن بيعبر عنه التي. وعشان الماسل ماس بتاع الاتريا بتبقى اصغر من الفنتريكل، فعشان كده البي ويف بتبقى دايما اصغر من الكيو اف اس. الاي سي جي النورمال بتاعه بيبقى فيه ويفز اللي هي زي البي ويف، التي ويف، وساعات اليو ويف، بيبقى فيه كومبلكس زي مثلا الكيو اف اس كومبلكس، بيبقى فيه سيجمنت زي الاس تي سيجمنت، بتبقى خط افقي بين نهايه كومبلكس مثلا وبدايه ويف زي الاس تي سيجمنت، او يبقى فيه كمان انترفلز زي مثلا بي ار انترفل، او نشوف الحاجات دي بعد كده. خلينا نتفق ان احنا الكيو ار اس كومبلكس ده ماشي بشوفه، بس في بعض الليدات مش هشوف فيها كيو ار اس كومبلكس، ممكن اشوف فيها مثلا بوزيتيف ديفليكشن ونيجاتيف ديفليكشن بس. نيجاتيف ديفليكشن يعني ويف لتحت، الويف اللي تحت بسميها نيجاتيف ديفليكشن، بوزيتيف ديفليكشن يعني ويف لفوق بسميها البوست ديفليكشن. فخلينا نتفق ان اول بوست ديفليكشن هو الار، سواء بقى قبله حاجه او بعده حاجه، اول البوست ديفليكشن، اول بوست ديفليكشن هو الار، بسميه ار. ده في كيو ار اس كومبلكس، مش بتكلم عن بي ويفر. اول بوست ديفليكشن هو ار. طيب النيجاتيف ديفليكشن اللي بعده بسميه اس. طيب لو النيجاتيف ديفليكشن ده قبله بسميه كيو، عشان كده دي بيبقى اسمها كيو ويف. دي كيو ار، ده كيو ار، ده كيو ار اس، دي بنسميها ار ويف، ديت ار اس، دي بنسميها ار اس، وساعات ممكن يقولوا ار سمول مثلا، دي بنسميها ار اس، ار داش، او ار 1. ده شكل الرسم البياني اللي بترسم عليه الاي سي جي. في الرسم البياني ده الخط الافقي بيعبر عن الزمن، والخط الرأسي بيعبر عن الفولتج اللي انا هرسم بيه الاي سي جي. عشان ما يحصلش اختلافات بين الناس، اتفقوا ان الاي سي جي ده يترسم بسرعة 25 مليمتر في الثانية، وان الفولتج بتاعته تترسم بواحد ملي فولت. 25 مليمتر في الثانية بيعبر عنها المربع الصغير ده، يعني احنا زي شايفين الورقة عبارة عن مربعات، ده المربع الكبير وجواه مربعات صغيرة. المربع الصغير ده واحد ملي في واحد ملي، معنى كده ان الثانية هيعبر عنها 25 مربع صغير. يعني معنى كده ان المربع الصغير ده بيمثل قد ايه من الوقت؟ بيمثل 1/25 من الوقت، يعني 4 من 100 ثانية. والمربع الكبير اللي هو 5 مربعات صغيرة بيمثل 2/10 من الثانية، اللي هي 4 من 100 في 5. وكفولت المربع الصغير ده بيمثل 1/10 ملي فولت، يبقى هو 4 من 100 ثانية في 1/10 ملي فولت. المربع الكبير 2/10 ثانية في نص ملي فولت. طيب لو احنا قلنا ان المربع الصغير 1 مليمتر، وان المربع الكبير 5 مليمتر، وان الاي سي جي بتاعنا 25 مليمتر في الثانية، يعني معنى كده ان المربع الصغير 4 من 100 من الثانية، والمربع الكبير 2/10 من الثانية، يعني معنى كده ان ال5 مربعات الكبيرة تمثل 1 ثانية. طيب الدقيقة يمثلها كم مربع كبير؟ الدقيقة يمثلها 65، اللي هو 300 مربع كبير. عشان كده اما انا بقول مثلا، انا ببص على اي سي جي، بقول انا عاوز اشوف الهارت ريت بتاعي في الاي سي جي ده كام، احسب الهارت ريت.
انا بعبر عن هارت ريت ان هي بشوف المسافه بين الار والار اللي بعدها، الار والار اللي بعدها، باعتبار ان كل ار دي تمثل فنتريكولار كونتراكشن، تمثل هارت بيت. بشوف المسافه دي كام مربع كبير، يعني دي 1 2 3 4 5، واقسم 300 على 5. ليه 300؟ لان زي ما احنا قلنا ان الدقيقه فيها 300 مربع كبير، بقسمها على 5 هيطلع المسافه الهارت ريت مثلا بتاعي ب 60. طيب لو لو انا غيرت السرعه بتاع الجهاز، خليت الجهاز بدل ما بيرسم عندي ب 25 مليمتر في الثانيه، لا ده انا هخليه مثلا يرسم ب 50 مليمتر في الثانيه، فتوقعوا ان شكل الهارت ريت ده يبقى عامل ازاي؟ يعني المسافه دي تبقى كام مربع كبير؟ يعني هم دلوقتي 1 2 3 4 5، هم 5 مربعات كبار. لو انا خليت السبيد بتاع الاس جي 50 بدل ما هي 25 زي ما هو باين، والهارت ريت بتاع البيشنت ثابت، الاقي المسافه دي عندي بقت قد ايه؟ طيب ممكن نحسبها وممكن نتخيلها. لو انتوا عاوزين تتخيلوها، تخيل الهارت ريت بتاع العيان ده ثابت، وانا في بكره كده قاعده تلف، اللي هو البكره اللي بترسم عليها الاس جي. لو انا خليت البكره دي تلف بسرعه، معناها ان المسافات اللي بين الهارت بيتس هتوسع، معناها ان بدل ما هم ده 1 2 3 4 5 مربعات، لا ده هيبقوا 10 مربعات. لو انا بقى ما خدتش بالي، هبص على الهارت ريت ده واقول، وهبص على الاس جي ده واقول لا ده العيان ده عنده براديكارديا والحق، ومحتاج كذا ومحتاج كذا. ودي حصلت وبنشوفها ساعات في الشغل بتاعنا. الحكيمه تبقى معاير الجهاز بتاعي على 5 على 50 ملم في الثانيه، واجي انا ابص على رسم القلب اقول لا ده العيان ده براديكارديا، ده محتاج بيس ميكر، ده محتاج يتعمل له كذا. او تكون عامله على العكس، بدل ما هو 25 مثلا تخليها على 12 ونص، او تكون مثلا لعبه في الفولتج بدل ما هي بتلعب في السبيد. فمهم جدا ان انا اول ما امسك الاي سي جي كده ابص على السبيد وابص على الفولتج، وده هنشوفه بعد كده، نشوفه في امثله فيما بعد. طيب لو احنا عاوزين نحسبها، لا انا مش متخيل كده، انا بتهيألي ان انا لو زودت السرعه خليتها 50 مللي في الثانيه، ان المسافات دي هتقل والهارت ريت هبص الاقيه مثلا سريع. طيب اعرفها ازاي؟ الموضوع بسيط. مش احنا قلنا ان هنا السبيد كانت 50 مللي في الثانيه، فالمربع الصغير بيمثل 4% من الثانيه. طيب لو انا قسمت 1 على 50 هيطلع كام؟ 2% من الثانيه، ويطلع المربع الكبير بتاعي كام؟ هيطلع المربع الكبير بتاعي 1/10 من الثانية، 1/10 من الثانية. يعني أنا محتاج 10 مربعات كبار عشان أمثل 1 ثانية، أنا محتاج 600 مربع كبير في الدقيقة. فالهارت ريت بتاعي محتاج، لو مثلا لو ده كان هقسم مثلا 300 على 5 هيطلع لي ب 60، فلو أنا عاوز النتيجة تطلع عندي 60، لا ده أنا أقسم 600 على 10، يعني معناه إن المسافة هنا هتزيد. انا زودت السبيد، هبص على الهارت ريت وكأن العيان حصل فيه براديكاردي، المسافه هتوسع. ليه؟ لان الهارت ريت بتاع العيان زي ما قلنا ثابت، انما البكره بتتحرك بسرعه، فالبيتس بتخبط بتسجل، يعني الجراف بيسجل الكتريك امبلس بعد بينها وبين الثانيه مسافه واسعه قوي. طيب انا عاوز احسب الهارت ريت، هبص الاول على الريزم بتاع هبص على الريزم ازاي؟ الريزم اللي انا اشوف الهارت ريت ده ريجولار ولا الريجولار. زي ما احنا شايفين هنا مثلا ده ريجولار، المسافات بين الار والتانية ثابته، فده ريجولار. لو الهارت ريت بتاع ريجولار يبقى انا هحسب الهارت ريت ازاي؟ دي سهله جدا، هقول 300 على عدد المربعات الكبيره اللي بين اتنين ار، دي ار اهي ودي ار، عد المربعات الكبيره تقريبا ده، يعني ده وده هيكملوا مربع كبير، ده 2 3 4 5، 5 مربعات كبيرة، هقول 300 على 5 فيها 60. لو الهارت ريت سريع قوي ممكن اقسم 1500 على عدد المربعات الصغير، هي هي لان المربع الكبير في 5 مربعات صغير. طيب لو الهارت ريت بتاعي الريجولار، لو الهارت ريت بتاعي الريجولار هعد الارات في 6 بلوكات. يعني ايه 6 بلوكات؟ البلوك اللي هو 5 مربعات كبار، ده 1 2 3 4 5. مش احنا اتفقنا ان 5 مربعات كبار بواحد ثانية؟ طيب انا هعد الاراد في 6 مربعات كبار، يعني هعد الاراد في 6 ثواني، واضرب في كام؟ اضرب في 10 عشان اوصل ل 6 في 10 ب 60 ثانية، اللي هي الدقيقة. زي هنا مثلا ده 1 2 3 4
خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة 11. 11 في 10 ب 110 تقريبا. بعرف المربعات البلوكات دي ازاي، ساعات بيبقى الاس جي في علامة كده، طيب لو مفيش خلاص هيبقى هعد في كام؟ هعد في 30 مربع كبير، 30 مربع كبير واضرب في كام؟ اضرب في 10. المهم ان انا بعد في كام؟ في 6 ثواني اضرب في 10. ده النورمال تايم بتاع البي ويف، مثلا بتبقى تقريبا نص مربع كبير، الكيو ار اس كومبلكس بقى حوالي برضه نص مربع كبير، البي ار انترفال بتبقى من نص مربع لمربع كبير. هنتكلم بعد كده عن الكاردياك اكسس. عشان نفهم الكاردياك اكسس لازم نفهم الاي سي جي بيترسم ازاي. طبعا في اللي فيكم طبعا شاف الاي سي جي، الاي سي جي بيتحط فيه لمب ليدز وفي شيست ليدز، انا بحط فيه حاجات على صدر العيان وبوصل حاجات كده بايديه ورجلين. الالكترودز ده اللي انا بحطه على السكين بتاع البيشنت. الالكترود ده بيسجل الكهرباء اللي ديستشارجد باي ذا هارت. الليد ده بيمثل لي الفيو بتاع الهارت، ماشي، بين 1 بوزيتيف بول و1 نيجاتيف بول. اتجاه الكهرباء اللي ماشي هيؤثر على اتجاه الويف اللي جاي. يعني ايه؟ يعني مثلا لو دي الكتريك كارنت، والالكتريك كارنت ديت ماشيه من هنا لهنا، يعني ده البوزيتيف بتاعها وده النيجاتيف بتاعها، وانا حطيت عندي الكترود هنا كده، هيرسم لي ويف شكلها عامل ازاي؟ خلينا نتفق ان لو الالكتريك ديسيتشو الالكتريك امبلس جايه ناحيه الالكترود هترسم بوزيتيف ديفليكشن، لو ماشيه بعيد عنه هترسم نيجاتيف ديفليكشن. فانا لو ببص عليه من هنا يبقى هي الويف جايه عليا فهترسم عندي بوزيتيف ديفليكشن، طب لو ببص عليه من هنا هي الويف ماشيه بعيد عني فهترسم نيجاتيف ديفليكشن. طيب لو ببص عليه من هنا، ببص عليه تقريبا بشكل عمودي، البوست يعني الزاويه فيه البوستيف قد النيجاتيف، فهيرسم لي حاجه اسمها ايزو الكتريك ويف، ويف نصها بوستيف ونصها نيجاتيف. الليدز بتاع الاي سي جي هم 12 ليدز ده في معظم الحالات، يعني في 6 شيست ليدز وفي 6 ليمب ليدز. الستة شيست ليدز اللي هم في 1 وفي 2 وفي 3 وفي 4 وفي 5 وفي 6. الستة ليمب ليدز بنقسمهم ليوني بودر ليدز وباي بودر ليدز. الباي بودر ليدز اللي هم 1 و2 و3، باي بودر ان هم بيسجلوا فرق الجهد بين نقطتين، بين البوزيتيف والنيجاتيف بين منطقتين. اليوني بودر ليد هو اليوني بودر ده اوجمنتد فيكتور ناحيه الرايت ابر ليمب، وده اوجمنتد فيكتور ناحيه الليفت، عشان كده اسمه اي في ال، ده اوجمنتد فيكتور ناحيه الليفت. ليد واحد بيمثل بيرسم عند الالكتريك، بيسجل عند الديفرنس في الفولتج بين الليفت ار وبين الرايت ار، ده البوزيتيف بتاعه وده النيجاتيف. ليد اتنين عندي بيمثل الديفرنس في الفولتج بين الليفت ليج وبين الرايت ار، ده البوزيتيف بتاعه وده النيجاتيف. للثلاثة بيمثل عندي الـ different voltage بين الليفت ليج وبين الليفت. الموضوع سهل وإن إحنا نفتكر. خلينا دايماً إن واحد ديت هي اللي فوق. طيب واتجاهها ماشي إزاي؟ اتجاهها ماشي إن البوستف هنا كده. ماشي ماشية من اليمين للشمال. يبقى واحد هي اللي فوق وماشية من اليمين. دايماً إحنا بنحب اليمين. ودايماً ودي واحد، يبقى واحد ديت إيه؟ اللي فوق وماشية من اليمين للشمال. طيب اتنين ديت هي اللي ناحيه اليمين، وتلاته دي اللي ناحيه الشمال، واتنين وتلاته بيمثلهم من الابر من الرايت والليفت الابر ليمب لغايه الفوت. الشيست ليدز هنتكلم عنها كمان شويه، بس اللي انا بقدر احدد منه الكاردياك اكسس او الكاردياك فيكتور هو محصلة القوى الكهربية اللي ماشية في عضلة القلب. محصلة القوى الكهربية دي يعني إيه؟ يعني نفترض مثلا لو أنا حاطط هنا عربية كهرباء بيجروها مثلا اتنين حصانين في الاتجاه ده وحصانين في الاتجاه ده، طبيعي إن العربية مش هتحرك من مكانها،
هيبقى عند المحصلة صفر. طيب لو أنا حط العربية هنا وبجراها حصانين وبعدين زودت له حصانين في نفس الاتجاه، هيبقى كأن بيجراها دلوقتي 4 حصان. طيب لو أنا حط العربية هنا وبجراها حصانين مثلا فوق ناحية اليمين وحصانين تانيين فوق ناحية الشمال، الطبيعي إن العربية تتحرك لفوق بس مش بنفس القوة لو كانوا كلهم مع بعض، فهتتحرك مثلا كأن بيجراها 3 حصان. فمحصلة القوة الكهربية اللي ماشية في عضلة القلب ده اللي بيعبر عنها الكارديك اكسس. طيب احنا اتفقنا زي ما قلنا من شوية ان الكهرباء لو ماشية ناحية الالكترود بترسم لي بوست الديفليكشن، طيب لو ماشية بعيد عنه هترسم لي نيجاتيف ديفليكشن، طيب لو ماشية عمودية عليه بالظبط هترسم لي ايزو الكتريك ويف نصها بوستيف ونصها نيجاتيف، طيب لو هي مش عمودية عليه بس هي بقت بعدت عنه، يعني هي بين ان هي تبقى عمودية عليه وبين ان هي بعدت عنه، طبعا هنا الايه النيجاتيف ويف هتزيد، فيرسم لي ويف فيها نيجاتيف ديفليكشن وفيها بوزيتيف ديفليكشن بس النيجاتيف فيها اكبر من البوزيتيف. طيب لو الالكتريك امبلس دي اتحركت ناحية الالكترود ده بس مش يعني مش 100%، لا ده هي حركت ناحيته بس بزاوية انحراف شوية، هترسم لي ويف اغلبها بوزيتيف بس فيها جزء نيجاتيف اللي هو اللي هي اتحركت بعيد عنه فيه. ده النورمال كارديك اكسس، بيبقى الاكسس بتاعي محصلة القوة الكهربية اللي بتبقى ماشية في القلب بقى ده الاتجاه بتاعها. لا طبعا ده الرايت فينتركل، ده الليفت فينتركل، ده لو احنا قلنا ده الهارت قدامنا. لو الالكتريك لو الاكسس بتاعي انحرف من هنا كده انحرف كده بيحصل عندي حاجة اسمها رايت اكسس ديفيجن. طيب لو هو انحرف من عندي بدل ما هو ماشي كده طلع لفوق كده او راح ناحية الشمال بسميه ليفت اكسس ديفيجن. عشان احدد الكاردياك اكسس في قدامي 3 طرق وهنتكلم على الطريقه البراكتيكال. ال3 طرق دولت بيعتمدوا ان انا اكون فاهم حاجه اسمها الانسوفين ترايكل. الانسوفين اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول اللي هو كان عمل الجهاز الضخم بتاع الاي سي جي ده اللي احنا كنا شفناه، فاكرين الصوره بتاع الليمبليدز اللي هي 1 و2 و3؟ احنا قلنا ان 1 ده بيسجل الكهرباء منين لفين بالظبط، من اليمين بيبقى الشمال ده البوزيتيف بتاعه واليمين ده النيجاتيف، والويف بتبقى ماشيه كده، فده 1 دايما هو اللي فوق، 2 ناحيه اليمين من الرايت ابر ليمب ليه الفوت، 3 ده ناحيه الشمال من الليفت ابر ليمب للفوت. بس هو صح ان احنا نقول من الفوت للليفت ابر ليمب او من الرايت ابر ليمب عشان البوزيتيف والنيجاتيف، بس خلينا نحفظ الشكل كده. يبقى 1 ده فوق، هنا اليمين وهنا الشمال، هو ماشي كده من اليمين للشمال، السهم بتاعه هنا، 2 ده ناحية اليمين لتحت و3 ناحية الشمال. طيب احنا قلنا ان في عندي 3 اوجمنتد ليدز اللي هم اي في ار واي في ال واي في اف، تخيلوها كده ان ده كان هنا الفوت، فالاي في اف دايما هيبقى اتجاهه ناحية الفوت، يبقى الاي في اف ده دايما عمودي على 1، ده اتجاه الاي في اف. طيب اي في ار ده هيبقى اتجاهه ازاي؟ الاي في ار ده هيبقى ناحية الرايت، ودي الرايت هنا اهي، يبقى اي في ار هيمشي كده بالظبط. طيب اي في ال ده هيبقى اتجاهه ازاي؟ احنا قلنا هنا الرايت وهنا الليفت، فاي في ال ده هيبقى ناحيه الليفت، يبقى طبيعي دايما ان اي في ال ده يبقى عمودي على 2 ناحيه الليفت. طيب الاي في ار هيبقى عمودي على 3 وناحيه الايه؟ الرايت. سهل ان احنا نعرف المثلث ده ونحفظه. لو انت عرفت المثلث ده يبقى خلاص الكارديك اكسس ده بالنسبه لك سهل جدا وفهمت الكارديك اكسس جزء. 1 ده اللي فوق من اليمين ده السهم بتاعه من اليمين للشمال، 2 ده ناحيه اليمين، 3 ده ناحيه الشمال، الاثنين اللي تحت طبيعي ان اي في اف يبقى ناحيه الفوت، طبيعي ان هنا الشمال يبقى اي في ال رايح ناحيه الشمال، وطبيعي ان هنا اليمين يبقى اي في ار رايح ناحيه اليمين. كل اللي هيحصل ان احنا هنحرك 1 و2 و3 يخلوهم يلتقوا في نفس النقطة مع اي في ار واي في ال واي في اف. هنحرك 1 بنفس الزاوية بتاعته يبقى 1 ده يمثل الخط الافقي بتاعه. هنحرك 3 ده نعمل له ازاحة شوية ناحية الشمال، و2 نعمل له ازاحة ناحية اليمين. هيظهر عندي الشكل ده. يبقى كده الانسوفنت تراينجل خلص. طيب الشكل ده ان كل ليد هنا يبقى ليه زاوية معينة. عشان كده بيبقى 1 مثلا عند الزيرو، 2 عند موجب 60، ل اف اف عند بوست 90،
3 عند موجب 120، وهنا 180. بعد ال 180 قال لك احنا هنعد من الناحية التانية بالنيجاتيف، يعني هو عد هنا بالبوزيتيف قال لك هنعد هنا بالنيجاتيف، يبقى ده سالب 30، سالب 60، سالب 90، سالب 120، سالب 150 اللي فيها اللي فيها. الكاردياك اكسس الاتجاه الطبيعي بتاعه، انت لو انت تخيلت ان ده واحد وكان هنا اثنين وكان هنا ثلاثة، كان القلب جاي كده، فالكاردياك اكسس كان ماشي كده، فده اتجاه الكاردياك اكسس. طيب لو ده اتجاه الكهرباء الاساسي اللي ماشي في القلب، الاتجاه ده لو انا حاطط هنا الكترود عند اتنين، هيرسم لي هنا ويف عامله ازاي؟ بالظبط، هيرسم لي بوزيتيف ويف اللي هي بوزيتيف ديفليكشن. طيب لو انا حاطط انا الالكترود بتاعي عند اي في ار، هيرسم لي ايه؟ هيرسم لي نيجاتيف ديفليكشن. طيب لو انا حطيت الالكترود بتاعي عند اي في ال اللي هي عموديه عليه، هيرسم لي ويف نصها بوزيتيف ونصها نيجاتيف. طيب لو انا حطيت الالكترود بتاعي عند واحد ده بين العمود وبين ان هو يبقى بوزيتيف، بين ان هو يبقى ايزو الكتريك وان هو يبقى كله بوزيتيف، فيبقى ويف اغلبها بوزيتيف وفيها جزء نيجاتيف. طيب لو انا حطيته في ثلاثة برضه بتبقى ويف اغلبها بوزيتيف وفي جزء منها نيجاتيف، لان العمود هنا هيرسم ايزو الكتريك. كل ما بقرب ناحية الكاردياك فيكتور الكاردياك اكسس برسم بوزيتيف ويف عن اتجاه الكهرباء، كل ما ببعد عنه برسم نيجاتيف ويف. عشان كده في النورمال كاردياك اكسس دايما ابص على الار في ليد 2 الاقيها بوستر، ابص عليها في ليد 1 الاقيها بوستر، ابص عليها في اي في ار الاقيها نيجاتيف، ابص عليها في اي في اف الاقيها بوستر، ابص عليها في 3 الاقيها بوستر. اتفقوا ان النورمال كارديك اكسس ممكن يبقى مقبول من سالب 30 لموجب 90، يعني الكارديك اكسس لو وقع في اي منطقه من المنطقه دي هتبقى نورمال، وان ان هو لو راح ناحيه الرايت من موجب 90 ل 180 ده اسمه رايت اكسس ديفيجن او نورمال، وان هو لو راح ناحيه الليفت من سالب 30 لسالب 90 ده اسمه ليفت اكسس. وتبقى هنا الجزء ده اللي هم ساعات بيسموه انديترمينت اكسس او اكستريم اكسس ديفيجن او فار رايت او ليفت اكسس، اللي هو الاكسس ده هو كان رايت اكسس وبعدين اتقلب كمان بقى ايه؟ بقى اكستريم اكسس ديفيجن او فور رايت اكسس، او كان ليفت اكسس واتقلب بقى فور ليفت اكسس، بيسموه اكستريم اكسس ديفيجن. في ثلاث طرق ان انا احدد بيهم الكاردياك اكسس في اي اي سي جي قدامي. اول طريقه هي طريقه الايزو الكتريك ليد. مش احنا قلنا ان الايزو الكتريك ليد عشان يبقى عندي ايزو الكتريك إيه؟ عشان الاي سي جي يرسم لي ايزو الكتريك ويف البوستر فيها قد النيجاتيف، يبقى المفروض ان الالكتريك امبلس ديت جايه عموديه عليه. خلاص انا اشوف الايزو الكتريك ويف يبقى الكاردياك اكسس ده عمودي عليها في اتجاه البوستيف ويف، يبقى الاكسس هو 90 درجه على الايزو الكتريك ويف ناحيه البوستيف ليد. طيب نشوف ده مثال عشان الامور تبقى واضحه. هنا الايزو الكتريك ويف فين؟ اللي هي البوست فيها قد النيجاتيف، احنا بنبص على الكيو ار اس كومبلكس اللي هو دي اي في ار بالظبط. طيب نرسم الرسمه الجميله بتاعتنا، يبقى الكارديك اكسس بتاعي عمودي على اي في ال اللي هو تقريبا هنا كده. طيب فين الموست بوست اوف ويف؟ اللي هي عندي 2 وعندي 3 وعندي 1، 3 بوست، يمكن 3 دي يعني اعلى واحده فيهم واثنين برضه، يبقى هو يبقى الاكسس بتاعي الناحيه دي ولا الناحيه دي؟ لا هو الناحيه دي، عندي واحد بوستف يبقى واثنين وثلاثة بوستف، يبقى الكارديك اكسس بتاعي الناحيه دي، يبقى ده نورمال كارديك اكسس. طيب نبص على الرسمة دي، الايزو الكتريك ويف فين؟ هي اللي دي اتنين. طيب نبص على الرسمة بتاعتنا بتاع السوفين تراينج، يبقى كده الاكسس عمودي على ليد 2، رسمته عمودي على ليد 2 اهو. طيب ناحيه الاف ال ولا الناحيه الثانيه؟ هبص على الاف ال، الاف ال عندي نيجاتيف، لا يبقى هو الناحيه دي. طيب لو هو الناحيه دي مش المفروض يبقى ليه 3 بوستف؟ اه ليه 3 طالع بوستف، هو فعلا يبقى هو الناحيه دي.
كل في ار عندي طالعه بوزيتيف شويه، يبقى هو ناحيه الاي ار. طبعا بالرسمه دي برضو انا ممكن اتخيل الكاردياك اكسس اتجاهه تقريبا فين. يعني هو انا عرفت خلاص ان هو عمودي على ليد 2، فهو تقريبا هنا كده. طيب هنا بنحرف شويه هنا ولا بنحرف شويه هنا؟ ده انا ممكن اعرفها عن طريق ان انا ابص على 3 واي في ار. كل ما الويف تبقى بص تبقى اكتر يبقى هو ناحيتها اكتر. يعني لو هو في النص بين 3 واي في ار يبقى هنا كده، بس هو اكتر الثلاثة أكتر بوست يبقى هو الناحية الثلاثة أكتر. يبقى المثال اللي احنا شفناه ده ايه؟ ده رايت اكسس ديفيجن. لو قلنا المنطقة دي بتاع الليفت اكسس ديفيجن ودي بتاعت الرايت. طيب نبص على ده، فين الايزوإلكتريك ليد؟ الايزوإلكتريك ويف أو الايزوإلكتريك ليد هي ليد 2، يبقى الاكسس عمودي على ليد 2، يبقى ده اتجاه الكارديو اكسس. طيب الناحية دي ولا الناحية دي؟ يعني زاوية 30 ولا زاوية سالب 30 ولا زاوية موجب 150 أو أكتر من سالب 30 بشوية؟ لا، ده ليد واحد عنده بوست و اف ال عنده بوست، يبقى هو ناحية واحد و اف ال يبقى هو بوست، يبقى هنا كده، يبقى ده ليفت اكسس ديفيجن. طيب أبص على الرسمة دي، فين الأيزو إلكتريك ليد؟ هي اف ال. طيب نرسم الزون تراينجل بتاعنا، يبقى الاكسس بتاعي عمودي على اف ال، يبقى هو الاكسس بتاعي هنا كده. طيب فين البوست اوف ويف؟ البوست اوف ويف عندي هي الاف او، يبقى الاكسس بتاعي السهم بتاعه هنا كده. طيب دي كانت ايه؟ ده اكستريم اكسس ديفيجن. في طريقة تانية ان انا احسب الكارديك اكسس اللي هي طريقة الكوادرنت ميثود. انا قدامي الدايره دي متقسمه لاربع اجزاء، تاني اربع كوادرانت. يعني هبص على ايه؟ هبص على واحد واف اف. انا لو لقيت عندي ليد واحد بوزيتيف يعني معناها ان الكارديك اكسس في النص بتاعه. طيب لو لقيت اف اف بوزيتيف معناها ان الكارديك اكسس في النص بتاعه. طيب لو انا حطيت النص ده مع النص ده هيبقى عندي المربع ده او الربع ده اللي هو نورمال كارديك اكسس. فلو واحد بوزيتيف واف اف بوزيتيف يبقى ده نورمال اكسس. طيب لو انا عندي واحد نيجاتيف يبقى هو في النص اللي بعيد عن واحد. طيب لو الاف اف بوزيتيف يبقى هو في النص بتاع الاف اف، يبقى هو بجمع الاثنين هيبقى هو عندي في المربع ده، يبقى هو رايت اكسس ديفيجن. سهله خالص. طيب لو انا عندي واحد نيجاتيف يبقى هو في النص اللي بعيد عن واحد. طيب لو انا لقيت الاف اف كمان نيجاتيف، لا يبقى هو كمان في النص اللي بعيد عن الاف اف. ده النص اللي بعيد عن واحد وده النص اللي بعيد عن الاف اف، بجمع الاثنين هيبقى هنا كده اللي هو اكستريم اكسس ديفيوجن. طيب لو انا عندي واحد بوزيتيف واف اف نيجاتيف، لو واحد بوزيتيف يبقى هو في النص بتاع، يبقى هو هنا كده. طيب لو اف اف نيجاتيف يبقى هو في النص اللي بعيد عن الاف اف، بجمع الاثنين هيبقى هو عندي هنا كده. هنا عندي حاجه من اتنين، يا اما هو نورمال اكسس يا اما هو ليفت اكسس. طيب في حاجه ممكن تساعدني؟ هبص على ايه؟ هبص على ليد 2. ماشي، لو ليد 2 بتاعي بوزيتيف يبقى الكارديك اكسس ناحيته، يبقى نورمال اكسس. طيب لو ليد 2 بتاعي نيجاتيف يبقى الكارديك اكسس بعيد عنه. لو ليد 2 بتاعي بوزيتيف يبقى الكارديك اكسس مقرب ليه، يبقى ده نورمال اكسس. طيب لو ليد 2 بتاعي نيجاتيف، لا يبقى الكارديك اكسس بيبعد عنه، يبقى ايه؟ يبقى ده ليفت اكسس. في طريقة ادق من الطريقتين اللي فاتوا، الطريقة ديت انا ممكن احسب بيها الديجري بتاع الكارديك اكسس كام بالظبط. الحقيقة ان هي مش طريقة عملية قوي، بس يعني ممكن تتسأل فيها، وبرضه عشان لو انت يعني حصل في مرة وما قدرتش تحدد الكارديك اكسس بالكلام اللي احنا قلناه. الطريقة دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على واحد واي في اف، تعتمد على ليد واحد وعلى اي في اف. ده اي سي جي قدامنا اهو، هنحاول نحسب منه الكارديك اكسس بالطريقه اللي احنا هنشوفها دي. هشوف ليد واحد واشوف الاي في اف واشوف الفرق بين
الار في ليد واحد والاس، احنا قلنا طبعا الاول بوزيتيف ديفليكشن هو الار، يبقى ده البوزيتيف ديفليكشن، يبقى دي الويف دي اسمها ار اس. هشوف الفرق بين الار وبين الاس. الار هنا تقريبا 1 2 3 4 5 6 7 مربعات، والاس 1 2، يبقى الار ناقص الاس هتطلع ب 7 ناقص 2 هيطلع ب 5. وشوف عندي الاف اف، الار فيه برضه ناقص الاس بكام؟ 1 2 3 4 5 ومفيش اس، دي كيو ار، يعني دي كيو، لان اول نيجاتيف ديفليكشن قلنا عليها كيو، وهو البوزيتيف ديفليكشن هي ار، فده كيو ار. الاس هنا مفيش، هيبقى ار ناقص الاس اللي هي 5 ناقص 0 ب 5. وارسم عندي الشكل الجميل اللي هو الجزء من الانسوفن ترانج. احنا مش كنا عارفين ان ليد واحد ده هو الخط الافقي وإف اف هو العمود عليه، فده ليد واحد وده اف اف. النتيجه اللي هتطلع لي في واحد هحطها على الخط الافقي بتاع واحد اللي هو 5 مللي، والنتيجه اللي هتطلع لي في اف اف هحطها على الخط الافقي بتاع الاف اف اللي هم ال 5 مللي. فهينشا عندي مستطيل او مربع، هشوف الزوايا بتاعته، هيبقى دي لو دي 5 دي هتبقى 5، دي هتبقى 5، دي هتبقى 5. انا عاوز اشوف وهرسم النقطة من نقطة التماس هنا لغاية النقطة المقابلة ليها في المستطيل اللي انا رسمه، هتبقى ديت الزاوية، ديت هي زاوية الكارديو اكسس. طيب لو انا عاوز اعرف الزاوية دي كام، دي بقى حاجة رياضية، ان انا بقى بشوف شيفت تان المقابل على المجاور. يعني لو انا عندي مثلث قائم الزاوية، فالضلع اللي مقابل للزاوية اللي هي 90 درجة يبقى اسمه الوتر. الزاوية اللي انا هحسبها دي ده المقابل بتاعها وده المجاور. فلو انا حسبت الكارديك اكسس بيبقى شيفت تان المقابل على المجاور، اللي هو شيفت تان 5 على 5 هتطلع عندي الكارديك اكسس بكام؟ ب 45. وزي ما احنا قلنا النورمال اكسس من سالب 30 لموجب 90، يبقى ده ايه؟ نورمال كارديك اكسس. لو انا عندي ان واحد ويف اف بوزيتيف فالطريقه دي تبقى كويسه جدا. طيب لو مش كده او الارقام ما طلعتش كده، هزود 90 على الكالكوليتد فيجر اللي انا الرقم اللي انا حسبته. طيب براكتيكالي انا كل ما همسك، كل ما هقعد امسك اي سي جي هقعد ارسم الانسوفن تراينجل، طبعا مع التكرار ممكن تبقى فاكره في دماغك يعني، او هقعد بقى اجيب ورقه وقلم وارسم خط بياني واشوف شيفت تاني الزاويه وكده، في طريقه سهله قوي ان انا اعرف منها الايه الكارديكس. انا ورقه الاي سي جي قدامي بشوفها زي الشكل ده كده، بشوفها كده، شوف واحد واثنين وثلاثه في اغلب الاجهزه يعني، وقدامها اي في ار واي في ال واي في اف. انا هبص على ليد واحد وليد ثلاثه واي في اف. والله لو لقيت ليد واحد عند بوستف وليد ثلاثه عند بوستف والاي في اف بوستف يبقى ده نورمال اكسس. طيب لقيت ليد واحد عند نيجاتيف وليد ثلاثة عند بوزيتيف، يبقى واحد وثلاثة وشهم في وش بعض، يبقى دولت ايه؟ ريتيرنينج لبعض، راجعين لبعض، يبقى ده ايه؟ ريتيرنينج، يبقى رايت اكسس ديفيشن. طيب لو ليد واحد بوزيتيف وليد ثلاثة نيجاتيف، يبقى ده ليفت اكسس، يبقى ليفنج عن بعض، يبقى ليفت اكسس ديفيشن. انا عندي هنا واحد بصت لتحت اهو، وثلاثة اللي هي اللي قصاده بصة لفوق، يبقى واحد بصل لتحت وثلاثة بصل فوق، بصين لبعض يبقى ريتيرنينج لبعض، يبقى ده رايت اكسس ديفيشن. طيب بصيت لواحد لقيته بوزيتيف وبصيت لثلاثة لقيتها نيجاتيف، ثلاثة و اف اف يبقى ايه؟ يبقى ليفنج بعض، يبقى ده ليفت اكسس ديفيشن. طيب لو لقيت اثنين بوزيتيف يبقى ده نورم، طب لو لقيت اثنين نيجاتيف يبقى ده اكستريم اكسس ديفيشن. هنا فين؟ هنا ده ليد واحد اهو بوزيتيف، وهنا ليد ثلاثة بوزيتيف، ده نورمال اكسس ديفيشن. هنا ليد واحد نيجاتيف وليد ثلاثة بوزيتيف، يعني راجعين لبعض، ريتيرنينج، يبقى ده رايت اكسس ديفيشن. هنا ليد واحد بوزيتيف وليد ثلاثة نيجاتيف، يبقى ليفنج بعضهم، يبقى ده ليفت اكسس ديفيشن. هنا ليد واحد نيجاتيف وليد ثلاثة نيجاتيف واف نيجاتيف، يبقى ده اكستريم اكسس. الليفت اكسس والرايت اكسس ديفيشن ممكن تبقى حاجات نورمال فاريانت تشوفها في حاجة باثولوجيكال، وممكن يبقى معاها حاجة باثولوجيكال، يعني ممكن يبقى الليفت اكسس مع الليفت انتريكولار انلارجمنت مع الانفيريور ام اي مع الليفت انتريور هيموبلوك. هنتكلم على الحاجات دي ان شاء الله بعدين. احنا اتكلمنا عن الليمبرينز وقلنا ازاي نعرف منها الكاردياك اكسس، دلوقتي هنتكلم عن الشيسترينز. عندنا 6 شيسترينز من اول V1 لغايه V6.
اول حاجه هنعرفها البليسمنت بتاعهم ازاي على الشيست بتاع العيال. لو انا في مكان مثلا ما فيش فيه مس مثلا عارفه توصل تعرف توصل الجهاز، او انا في مكان المفروض ان انا اوصل الجهاز، او حصل فيه مشكله انا شاكك ان الاي سي جي ده مرسوم غلط، فلازم انا ابقى عارف الاي سي جي ده بحطه ازاي. بالنسبه للامبيدنس هي سهله، كان في قاعده زمان كده اللي هي قاعده الايه، كانوا بيسموها قاعده البلحه، اللي هو لو انت بدات من رجل العيان الشمال وبعدين ايده الشمال وبعدين ايده اليمين وبعدين رجله اليمين، هتقول اخضر اصفر احمر اسود، كانها بلحه وبتستوي يعني، بلحه خضراء وبعدين اصفرت وبعدين احمرت وبعدين اسودت. طيب لو انا مش كده، انت بص لو انت بصيت على السلوك بتاع الاي سي جي هتلاقي كاتب لك ار على اللي هي الحمراء عشان تحطها على الرايت ابر ليمب، وهتلاقي كاتب لك ال على الايه، على الصفرة عشان تحطها على الليفت ابر ليمب، وهتلاقي كاتب لك على بتاع الفضه. طيب الشيست ليدز، الشيست ليدز سهلين جدا. انت هنبدا بفي واحد، في واحد ده عند الفرس انتركوستال سبيس عند الرايت ستيرنم، يعني على حافيه الاسترنم اليمين في الفرس انتركوستال سبيس هحط في واحد، وقصادها هحط في اثنين. طيب في ثلاثة، لا دي في ثلاثة، دي في اثنين وفي أربعة. طيب هي في أربعة فين؟ في أربعة وخمسة وستة كلهم على خط أفقي واحد، بس بيفرقوا في الخط الرأسي. في أربعة عند الميد كلافيكولار لاين، في خمسة عند الأنتيريور أكزيلاري، في ستة عند الميد أكزيلاري، وفي ثلاثة احنا قلنا بين في اثنين وفي أربعة. الشيست ليدز ديت اللي انا بحطها على الشيست بتاع العيان ده، تخيل ده الهارت، وانا خدت فيه قطاع عرض كده، فبدأ عندي يظهر بالشكل ده، هنا السباينال كورد بتاع البيشنت او الفرتبرال كولوم، وهنا الاسترنال، وده الهارت هنا، هنا قدامي ده الرايت فنتركل، وهنا السبتم، وهنا الليفت فنتركل، وديت الشيست ليدز زي ما انا كنت حاططهم في الرسمه اللي فاتت. فاصبح عندي ان في واحد وفي اثنين بيبصوا على الرايت فنتركل، وفي ثلاثه وفي اربعه بيبصوا على السبتم، وخمسه وسته بيبصوا على الليفت فنتركل. طيب هي اتجاه الكهرباء بيمشي في الهارت ازاي؟ اول حاجه بتحصل ان بيحصل دي بولاريزيشن ليه في الفنتركلز، بيحصل دي بولاريزيشن للايه، للسبتم الاول، بيحصل دي بولاريزيشن للسبتم من الشمال لليمين، كان هنا في واحد لو انتوا فاكرين الشكل اللي فات، هنا في اتنين، في تلاته، في اربعه، في خمسه، في سته. طيب لو الويف بتاع الدي بولاريزيشن ماشي عندي في الاتجاه ده، يبقى ترسم لي بوزيتيف ويف في في واحد، وقصادها ترسم في اللحظه نيجاتيف ويف فين، في في سته. طيب بعد كده بعد ما الكهرباء بتروح للسيستم بتتنقل للايه؟ للفنتركلز، تتنقل للليفت فنتركل وللرايت فنتركل، بس الليفت فنتركل ده اكبر من الرايت فنتركل، عشان كده الكهرباء بتاعته هي اللي بتاثر معاه. فالليفت فنتركل اتجاه الكهرباء بتاعته بتبقى ماشيه كده. طيب الاتجاه الكهرباء اللي هو ماشي كده، هو ماشي بعيد عن في واحد، فيرسم في في واحد نيجاتيف ديفليكشن. طيب هو ناحيه في 6، فيرسم في في 6 بوزيتيف ديفليكشن. وبعد كده الويف ترجع للايه؟ للبيز لاين بتاعها. فاصبح عندي في واحد ار اس ويف، بس الار صغيره والاس كبيره، لان الار دي كانت بتعبر عن الديبولاريزيشن بتاع السبطه اللي بيقابلها في 6 نيجاتيف ديفليكشن. نيجاتيف ديفليكشن ده كان قبل الار مش بعدها، يبقى اسمه كيو، يبقى الاقي في 6 كيو ار، والار هنا طبعا بتبقى اكبر من الكيو. لو انا بقى بصيت من ليد من في واحد لفي 6، هلاقي ان انا في الاول عندي كان عندي نيجاتيف ديفليكشن هنا كده، كان عندي نيجاتيف ويف، او ويف اغلبها نيجاتيف، وبعدين بدا هنا كده يبقى الويف تبقى ايزو الكتريك، وبعدين هنا بدات كده تبقى الويف بوزيتيف. النقطه اللي بتحول فيها الويف من النيجاتيف للبوزيتيف، او اللي بتبقى فيها ايزو الكتريك، ده بيسموها الترانزيشن زون، اللي هي هنا تقريبا في الرسمه عند في 3 وفي 4. المفروض ان هي النورمال بتاعها تبقى عند في 3 وفي 4 اللي هي عند السبت. طيب لو حصل ان هي اتغيرت عن السبت، لا يبقى عندي في مشكله، وهنعرف زي ما هنعرف في أمثلة بعد كده إن شاء الله في المحاضرات الجاية. ده شكل اس جي نورمال اس جي. بص كده على الشيست ليدز اللي احنا كنا بنتكلم عنهم، ده في واحد وفي اثنين وفي ثلاثة وفي أربعة وخمسة وستة. شوف هنا بدأت في الأول بوزيتيف ديفليكشن صغيرة، بعدين نيجاتيف ار اس، وهنا بدأت تقريبا في في ثلاثة تبقى ايزو الكتريك اهي، في أربعة بدأت تبقى بوزيتيف أكتر، في خمسة بوزيتيف، في ستة بوزيتيف. التغير بتاع الار ان هي تبقى في واحد كده سمول بوزيتيف، وبعدين تبدا في في 6 تبقى هي تبقى تكبر وتبقى بوزيتيف بالشكل ده، كده بيسموه البروجريشن بتاع الار. مش عارف حد سمعنا المصطلح ده قبل كده ولا لا، بس ده بيسموه البروجريشن بتاع الار. ساعات يقول لك ده في بور ار بروجريشن، بور ار بروجريشن يعني الار ما كبرتش كده زي ما هي المفروض ان هي تكبر.
طيب لو انا اللي احنا كنا قلنا عليه قبل كده اللي هو الستاندرزيشن بتاع الجهاز، ان انا بعاير الجهاز على 10 مللي فولت وبعايره على 25 مللي متر في الثانيه، لو انا لعبت في المنطقه دي ماشي، هلاقي عندي الاراد بدات تبقى كبيره، واقول لا ده شكل العيان ده فيه ال في اتش، لا ده شكل العيان ده فيه كذا. شوف لو تلاحظوا هنا الاراد شكلها طويله قوي، ده عشان معاير الجهاز عشان كده. وده لو انا عندي مثلا اراد شكلها صغير كده ماشي، ممكن ابص في الاول لا ده انا يمكن معايا الجهاز غلط، وابص على الاي سي جي ده اقول لا ده لو فولتج اي سي جي، وده ممكن يبقى اسوشيتد مع بالكارديال افيوجن. ابص في الاول خالص على حاجه اسمها ستاندرزيشن مارك، اللي هي المستطيل اللي الجهاز بيرسمه في الاول ده. المستطيل ده المفروض يبقى طوله مربعين كوب، ابص فوق كده تلاقيه كاتب لي السرعه بتاعتي 25 مللي في الثانيه. ده اللي احنا المثال اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل كده، لو انا خليت السرعه بتاعتي 50 ملم في الثانيه هلاقي المسافات عندي بين الاراد هتوسع. المفروض انا عشان احسب الهارت ريت هنا اقسم 600 على عدد المربعات الكبيره، يعني 600 مثلا على 10 مثلا فيطلع عندي ب 60، انا لو انا قسمت 300 على 10 هيطلع عندي ب 30، واقول ده انا عندي برادي كاردك. هو مش برادي كاردك، انت اللي معاير الايه؟ السرعه بتاعت الجهاز بقى. طيب لو انا مخلي سرعه الجهاز مثلا على 25 هيظهر عندي الجهاز بالشكل ده كده، وكأن العين ايه في تكيك. اتمنى تكونوا استفدتوا النهارده ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.